كريستوفر في وسط الملعب مكمل، راح له زياد على الجانب الايسر يخش على طول يخلصها خالد، يخلصها خالد على طول بقراءه اكتر من ممتازه الحقيقه في اللقطه اللي فاتت خالد، ويروح مركزه خالد على اليمين يجري لبيرسيتاو يتقدم بيرسيتاو يحطها الكهرباء، المره دي استلام، المره دي تسديده كهرباء نما في نص الجول، يمسكها محمد مجدي اللقطة اللي فاتت، استلم كهربا ولف بيها كويس، وعبد الرسول كان في حراسة كده بينه وبين كهربا انما سابه ورجع لورا خطوتين، ادى فرصة لكهربا انه يستلم ويلف ويشوط انما في منتصف المرمى تماما بين احضان الحارس محمد مجدي. هذه الكرة قدام حضراتكم علي في وسط الملعب في مساحه القفشه يلعبها لحسين، حسين الشحات على الشمال في مكانه المفضل، حسين الشحات في موقف خطير، حسين يقف على الكره ويشوط انما تخبط في الدفاع وترد، ترجع تاني لمروان من بعيد يطلق صاروخ، يا خبر ابيض على الكوره، مروان يصحصح الملعب، يصحصح كل الموجودين في الملعب بتسديده صاروخيه من مروان تروح في نص جول، هوبا مجدي، مجدي يحط ايده ويتخض هو نفسه، اتخض فيها محمد مجدي جامده جدا، برافو يا مجدي، انما صعبه من مروان، شوف رايحه في نص الجول انما جامده 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 من مروان، ومحمد مجدي يحط ايده، شوف المشهد اهو قدام حضراتكم، صعبه الكوره صعبه الكوره انما برافو مجدي، كانت ممكن تخبط وتدخل، كان ممكن تخبط، بيرسيتاو يتحرك خطير، بيرسيتاو يجرى له محمد هاني ياخدها ويدخل بيها لجوه بيرسيتاو ويسند على اليو ديانج منه الى مروان، ومروان يجري له علي على الجانب الايسر، محاوله من علي للعب كره في العمق لكن مقفوله مقفوله، هيثم جبريل مدرب فريق الداخليه مرجع الفرقه كلها قدام المرمى، وادي قفشه في مساحه، يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا بيرسيتاو يا لعيب، وقفشه يا لعيب، والهدف الاول اهلاوي، الهدف الاول اهلاوي، والاهلي على المكسب ناوي، الاهلي على المكسب ناوي، الاهلي على المكسب دايما ناوي، دايما ناوي، حامل اللقب يدافع عن لقبه بهدف اول لبيرسيتاو في الدقيقه 37، انما البينيه من محمد مجدي قفشه، يا لعيب يا ولد يا لعيب يا لعيب يا لعيب، حطها لبيرسيتاو اللي اتحرك في مساحه مميزه جدا جدا في خط ظهر فريق الداخليه و حطها بلمسه سحريه، ادي كره حسين، حتى شوف التحرك، يا لعيب يا اوبا با با با، ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب، يمكن لمسها بس توجيهها كده، توجيهها خطفه 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 من بيرسيتاو، حلوه 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 حلوه، شوف حطها ازاي يا ولد، يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب، من حسين الى قفشه الى بيرسيتاو، سلسله من المداولات الاهلاويه تنتهي بالهدف الاول الجميل، بيرسيتاو لمسه جنوب افريقي حطها في شباك محمد مجدي، لمجدي قفشه مساحات في وسط الملعب، محمد هاني يتقدم ويحطها على الجانب الايمن، بيرسيتاو يعدي، بيرسيتاو خطره الكره جدا، ولكن عبد الرسول يبعدها في منتهى الخطوره، الكره اللي فاتت بيرسيتاو عايز حد قريب منه يحطها في الشبكه، عايز حد قريب منه يحطها في الشبكه، انما حسين يستلم الكره ويدخل بيها لجوه، حسين يحطها لقفشه، الخطوهات خطيره من الشحات، يا قفشه لعيب، انما برافو يا مجدي، برافو محمد مجدي، برافو محمد مجدي، طبعا بيخبط على الارض زعلان لان دي جول، لان دي كرة جول، شوف الشحات ادي الاستلام وبعد كده رجع بيها لورا، ادي الخط وادي هات وادي الشحات، هوب قفشه دي في البعيده ملهاش حل، في البعيده تقطع الشبكه مفيش كلام، انما برافو محمد مجدي راحت له في الحته اللي واقف فيها، قفشه هنا عايز فاول، انما خدها. انطلقت احداث الشوط الثاني، ما شفناش شرقيه نزل مكان مين، هنعرف مع حضراتكم، ونزل في وسط الملعب اهو نمره 90، هو التبديل الوحيد اللي اجراه هيثم جبريل المدرب لفريق الداخليه في مطلع الشوط، بينما عبد العزيز السيد في اول كره من الجانب الايمن، وادي كره عاليه خطره خطره خطره، يا ولد يا ولد يا خالد يا ولد يا خالد، قبل ما توصل لسمير فكري يحط دماغه خالد عبد الفتاح، انطلاقه واحداث الشوط الثاني، شايف عبد العزيز ده كان بادي اهو، اللي معاه الكره اللي لعب الكره العرضيه ده عبد العزيز السيد كان بادي باك شمال في الشوط الاول، الاهلاوي اللي متقدم بالنتيجه بالفعل وبيحاول دلوقتي انه يجيب الهدف الثاني، كهربا استلام على حدود منطقه الجزاء يلعبها، انما قفشه خلصها قبل كليتشي، يلعب البينيه بيرسيتاو ثاني، بيرسيتاو يفوت وبيرسيتاو يقع داخل منطقه الجزاء، وتعالى خد انذار يا بيرسيتاو، تعالى خد انذار يا بيرسيتاو، كابتن محمد يوسف بيقول له بتمثل يا حبيبي، بتمثل يا بيرسيتاو في اللقطه اللي فاتت،
بتمثل وبيرسي تاو بيقول له ثواني طيب نشوفها. ادي الكره مع حضراتكم اهي، وادي بينيه قفشه وبيرسي تاو يفوت. هل فيها ركله جزاء ولا فيها ولا فيها ولا فيها انذار؟ فيها انذار، فيها انذار، ما جاش ناحيته مجدي خالص. طبعا لعيب ذكي جدا 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 جدا، يقول لك احترس من كل من اقترب من الارض. تخرج الى خارج الملعب رمي التماس لمصلحه النادي الاهلي، ومروان بيفكر يشوط بيفكر يشوط بيفكر يشوط بيفكر يشوط. مروان صاروخيه ولكن بره، ولكن بره. حلوه 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 كورتك يا مروان، انما تعدي جنب القايم الشمال. عدت الكره جامده من مروان، واخد قرار تسديد ورايحه رايحه رايحه جنب القايم الشمال لمحمد مجدي، انما تعدي وتضيع فرصه الهدف الثاني لمصلحه النادي الاهلي. علي علي يا علي يحطها لكهربا على حدود المنطقه، كهربا استلام، كهربا في وسط الزحمه يحطها تروح على الشمال لحسين. حسين يا عيني عليك يا عيني عليك يا حسين. الى علي عرضيه على القائم البعيد، خطره خطره مخطوفه خطف من محمد مجدي قفشه، انما تخبط وتطلع الى خارج الملعب. وضربه في تسلل، في تسلل، كابتن محمد يوسف بيقول تسلل. وادي قفشه بيتكلم، وادي الكره قدام حضراتكم. كهربا دخل في الزحمه، كهربا وحطها حسين. يا حسين حسين يا شحات، دي مفيش تسلل، اللي هو الاوفسايد. لو اوفسايد على حسين طبعا في لعبه حسين، انما علي معلول 100% لعبته صح 100%. قفشه كان يعني مفعول به في اللعبه اللي فاتت، جات له خدها بوش رجله. عبد العزيز يمينا يسارا في الوسط جنوبا شمالا شرقا وغربا تجد. وادي واحده خطره الشناوي، الشناوي يظهر في الكادر، واحده من الان كامبادي تغير اتجاهها وتزداد صعوبه، لكن الشناوي يشغل وضعيه الطيران والتصدي. يا ولد الشناوي رايحه في الجول، رايحه في الجول. خبطت في مين دي؟ خبطت في مين الشناوي؟ كابتن تيم النادي الاهلي، اوبا خبطت في رامي ورايحه جول، لكن يظهر ظهور هجومي لمصلحة الداخلية في الدقيقة 74، يمكن يحرك مارسيل كولر على الخط ويخليه يجري التعديلات. كهربا خطرة جدا، ولكن محمد مجدي يا لعيب، محمد مجدي يتصدى ويرد على الشناوي في إخراج الكرة اللي فاتت، إبعاد أكتر من ممتاز. كهربا وجد مساحة على حدود المنطقة، عدل على يمينه شاط، ولكن مجدي برافو يا مجدي، برافو يا مجدي، برافو يا مجدي. وكهربا يظهر في الشوط الثاني في الدقيقة 75، كهربا ويشوط واحدة. إنما رجعت الكرة لمصلحة النادي الأهلي، ياخدها محمد مجدي قفشة يحطها ببط رجله. يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، ببطن القدم على الهادي، واحتفال كريستيانو على قفشة. أدي واحدة حلوة 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 في الدقيقة 92، محمد مجدي محمد مجدي قفشه يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا اخي. اذا ما فيش حاجه تفرحك في يومك فالاهلي يصلح ما افسده الاخرون. ادي هياخد انذار، هياخد انذار على الاحتفال. يا ولد يا قفشه، حلوه 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 حلوه، وبيقلع التيشيرت بعدها وبيروح اهو محمد مجدي قفشه للجمهور، والهدف الثاني لمصلحه النادي الاهلي. ال 2-0 الطيبه في مباراة النهاردة. ادي قفشة دخل ببطن القدم، هو محمد واخد خطوتين، محمد مجدي لقدام حطها له. شوف 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 عبد القادر، وادي قفشة وبطن القدم. يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب، يقول لها روحي انت عارفة مكانك. وفي الشبكة الهدف الثاني الاهلاوي ببطن القدم من بين رجلين عبد الرسول. حظك وحش عبد الرسول، وحظك وحش يا مجدي المدافع والحارس على خط واحد، والكرة في شباك الداخلية. وبطاقة التأهل الاهلاوية مشاهدينا الأفاضل.